النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكذلك بمناسبة عيد الاستقلال. المملكة ومع عودة إلى بعد العطلة وعودة إلى الدوام، ارتفعت بها درجات الحرارة بشكل لافت، وحدث تباين حراري كبير عما كانت عليه خلال أيام عيد الفطر المبارك. طبعا وقت العيد تأثرت المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية كانت باردة نسبيا وغير معهودة لمثل هذا الوقت من العام، وجلبت معها الأمطار والأجواء التي كانت أقرب منها للشتوية مما إن كانت لها للصيفية، ولكن اليوم تغير الطقس، وذلك مرده إلى اندفاع ما يسمى ب أو تأثر المملكة بمنخفض البحر الأحمر، والذي أدى إلى اندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من الجزيرة العربية. لا نستطيع القول بأن الطقس اليوم الثلاثاء كان حارا، إنما كان ربيعيا دافئا ومائل للحرارة في ساعات قليلة في ساعات من الظهر والعصر، ولكن هذه الكتلة الهوائية الحارة تتوقع أن تستمر بالتأثير على المملكة خلال ال 24 ساعة القادمة. فكما تلاحظون هذه الخريطة ليوم الثلاثاء، أما يوم الأربعاء فيتعمق تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة ولكن أكثر باتجاه شرق بلاد الشام وبادية الشام، في حين أن المملكة تبقى في أجزائها المختلفة ضمن نفس تقريبا الأجواء اللي كانت عليها يوم الثلاثاء، عدا أن المناطق الشرقية المملكة ستتأثر بارتفاع كبير على درجات الحرارة، كما وتنشط سرعة الرياح التي قد تثير الأتربة والرمال في مناطق مختلفة من المملكة. أما يوم الخميس فيقترب وتقترب من منطقة بلاد الشام كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، قادمة من جنوب القارة الأوروبية والبحر المتوسط باتجاه المملكة. تكون يوم الأربعاء موجودة تقريبا فوق اليونان، تتحرك يوم الخميس تصل إلى تقريبا حدود البحر الأبيض المتوسط الشرقية، ومن ثم يوم الجمعة تتعمق وتتركز على منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة، محدثة انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة، وتعود درجات حرارة للانخفاض بشكل كبير جدا عن معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ولكن لن يتشكل منخفض جوي في هذه الحالة، وبالتالي فرص الأمطار ضعيفة في عطلة نهاية الأسبوع، إنما التباين الحراري الكبير متوقع من جديد على الأجواء خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الحالي. عودة للأجواء هذه الليلة، الطقس غالبا صافي، درجة حرارة صورة 18 درجة مئوية، وبالتالي درجات حرارة هذه الليلة ليلة الثلاثاء الأربعاء أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الليلتين الماضيتين، ونستطيع أن نقول أننا قد نشعر بالدفء في أجواء هذه الليلة، ويمكن الجلوس في الخارج لبعض الوقت، ربما يميل الطقس البرودة في ساعات الليلة المتأخرة فوق الأحياء المرتفعة. دعونا نستعرض الآن الأجواء المتوقعة غدا في مناطق المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية. وإجمالا غدا المملكة ستقع ضمن تأثير أجواء ربيعية دافئة تميل الحرارة في أوقات معينة ما بين الظهر والعصر، كما تنشط غدا سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في ساعات الصباح، محدثة بعض الموجات الترابية والغبارية في بعض مناطق المملكة. نبدأ معكم من إربد، درجة حرارة غدا من 26 الصورة 13 درجة مئوية، في جرش من 29 إلى 14، في عجلون 24 إلى 11، وفي الزرقاء من 32 إلى 15 درجة مئوية. مناطق الوسط المملكة 28 إلى 15 في العاصمة، في السلط كذلك الأمر، في مادبة نفس الشيء تقريبا نفس معدلات درجات حرارة، أما في الزرقاء من 32 إلى 17، وفي البحر الميت من 34 إلى 20 درجة مئوية، أجواء أكثر حرارة في مناطق الأغوار. الكرك 26 إلى 13، الطفيلة من 25 إلى 12، معان من 31 إلى 18، وفي الشراء من 23 إلى 13، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 35 درجة مئوية في ساعة النهار مع أجواء حارة نسبياً والصغرى 21 درجة مئوية. كما ذكرنا أن المناطق الشرقية غدا هي أكثر المناطق تأثرا بهذه الكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي تسجل غدا أجواء أكثر حرارة من باقي مناطق المملكة، حتى أنها أكثر حرارة من مناطق الأغوار غدا. تكون في أرويشد من 37 إلى 19، أجواء حارة ومغبرة، كذلك الأمر في الصفاوي، وكذلك الأمر في الأزرق، والأجواء متشابهة في مناطق البادية الشرقية.
في قبل الختام، الأجواء المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، لأن كما تحدثنا غدا 28 إلى 15 أجواء غدا ربيعية دافئة تميل الحرارة لوقت قصير بعد الظهر. لاحظوا الانخفاض يوم الخميس من 28 إلى 22، هناك انخفاض لافت على درجات حرارة الخميس، تصبح الأجواء ربيعية لطيفة في ساعات النهار، تميل البرودة ليلا تصبح 13 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى، تظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة لا سيما في ساعات الليل. المزيد من انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة، تسجل العظمى كحد أقصى في العاصمة مع 20 درجة مئوية نهارا، 11 درجة مئوية في ساعات الليل، أجواء باردة ليلا ليلة الجمعة بشكل واضح، وفي ساعات النهار أجواء نستطيع أن نقول أنها ربيعية لطيفة لكنها تميل للبرودة حتى نهارا فوق الأحياء المرتفعة من بعض المناطق. وإجمالا درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة هي أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام ولنهايات شهر أيار مايو. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.